ونفتح الآن ملفنا الثاني من الرياض، حيث أكدت الرياض والقاهرة مجددا وقوفهما في خندق واحد دعما للشرعية في اليمن. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في جدة هذا اليوم إن مصر دعمت التحالف الداعم للشرعية، وأن التنسيق والتشاور بين مصر والسعودية مستمر بشكل دائم. فيما أوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري أن موقف بلاده من الأزمة اليمنية واضح ولا غموض فيه. مصر كما ذكرت جزء أساسي من التحالف في لإعادة الشرعية في اليمن، ولا تزال جزء أساسي في هذا التحالف. التنسيق والتشاور بيننا دائما مستمر، والمملكة العربية السعودية وجميع دول التحالف تدرك أن الحل في اليمن حل سياسي، وتؤيد أي جهود رامية لإقناع الأطراف المختلفة بقبول الأسس الذي يجب أن يكون مبني عليها الحل السياسي، وهي بكل اختصار تطبيق قرار مجلس الأمن 22-16. لا نرى أنه في موقف مصر أي غموض، ولكن هناك وضوح تام في أننا جزء لا يتجزأ من الائتلاف لدعم الشرعية في إطار العمل العسكري، في إطار التشاور مع كافة أعضاء التحالف وخاصة على رأسهم المملكة العربية السعودية في كل الخطوات، ونحرص على إطلاع المملكة على كل جهد نقوم به وأن يكون هناك تنسيق كامل. هناك لقاءات، وهناك القاهرة دائما كانت تجذب إليها العديد من الشخصيات ربما لها مكانة سابقة بحكم ما تولته من مناصب، وكان لدينا أيضا رغبة في استطلاع ماذا يمكن أن نسهم به دفعا نحو مصلحة مشتركة، اتصالا بالتحول من مرحلة إلى مرحلة أخرى متصلة بالعمل السياسي، عندما يكون هناك التزام من قبل الأطراف بكل المحددات التي تحكم هذا العمل. وللحديث بشكل موسع حول هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور ماجد التركي. دكتور ماجد، نرحب بك، وأسألك كيف تقرأ العلاقات السعودية المصرية في هذه الفترة، خصوصا مع الأوضاع التي تمر بها المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأساس في العلاقات السعودية المصرية طبعا هي علاقات ليست مجرد مشاركة أو شراكة، بل هي أصلا هي تكاملية، والسعودية ومصر مكملان بعضهما البعض، الرؤية مشتركة في كثير من الملفات، وهذه يعني لا ينفي أن يتجاذبها بين وقت ووقت مثلا اختلاف وجهات نظر أو تداخل مصالح أحد الطرفين في قضايا إقليمية أو قضايا دولية. هذه أحيانا لا يقرأها المتابع العام في الشارع العام العربي، وقد يعني في الشكلية تحدث نوع من الإرباك في قراءة الموقف. يعني مثلا على سبيل المثال الملف المصري أو الجانب المصري كان هناك عدة اتجاهات فيما يتصل بالعلاقة مع إيران، فيما يتصل بالعراق في فترة نور المالكي، فيما يتصل بالنظام السوري والثورة الشعبية السورية، ثم الملف اليمني، فيها عدة أوجه مختلفة متباينة تحتاج إلى قراءات. إذا أخذتها أحادية لا تستطيع أن تفهمها، ولكن إذا أخذتها مجتمعة ممكن أن تقرأ القواسم المشتركة بينها. طيب، هذه الزيارة لوزير الخارجية سامح شكري للسعودية ولقائه يوم أمس بولي العهد وولي ولي العهد، وهذا اليوم المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية السعودي، ترى بأنها زيارة هي عادية أم أنها لظروف استثنائية في المنطقة؟ هي عادية واستثنائية. عادية باعتبار علاقات البلدين، بحكم أن مصر والسعودية يعني مهما كانت الأمور يظل مكملان بعضهما البعض. وهذه الإجابة الدبلوماسية تحدث بها الوزير عادل الجبير، قال أنه هذه الزيارة بحث العلاقات التاريخية، ولكن من ينظر في تفاصيل الأمور يرى بأنه السعودية ومصر تشترك في ملفات حاسمة في هذه الأوقات. هذا اللي حكيت لك أنها عادية واستثنائية. عادية طبعا في إطار العلاقة التاريخية، أو ما يحتاج نحن نقول علاقة تاريخية، مجرد علاقة السعودية ومصر ينتهي كل التفاصيل. أما الاستثنائية فهناك حقيقة مجموعة من الملفات هي في مراحل حاسمة تحتاج إلى تداول ثنائي بغض النظر عن الأطراف الآخرين. يعني في محاولة تغييب كما أشرت في بداية الحديث إلى الجانب المصري باتجاه إيران، الجانب المصري باتجاه سوريا، الجانب المصري الأحادي باتجاه اليمن. يعني
كثير من نحن الان على طاوله ليست دبلوماسيه، على طاوله اعلاميه تحاول ان تقرا هذا المشهد. في الفتره الماضيه مثلا كان هناك معرض تداول الناس في وسائل التواصل الاجتماعي، المعرض الذي اقامه الحوثيون في مصر، وكان حقيقه موجه ضد التحالف العربي في اعاده الشرعيه في مصر، كان الناس ما استطاعوا يقرؤون هذا الموقف من الجانب المصري. الان مرحله اليمن بعد تحرير عدن هي مرحله خطوه طوله الى تطبيق الشرعية وإعادة الشرعية وأخذ اليمن من مسار عسكري إلى مسار سلمي. هنا يأتي دور أهمية دور مصر كلاعب رئيسي، كحاضن لجامعة الدول العربية، كصوت عربي قوي، كصوت عربي يجب أن يكون جزء من اللعبة السياسية المستقبلية. هنا جاء الاستثناء في قضية اللقاء. طبعا اللقاء كما حكيت لك هو استثنائي في هذه الزاوية، في هذه المرحلة، لأن الحديث الآن حتى أنت لما استعرضت بعض قبل قليل ما تم تداوله من خلال الناس عن ما يتصل باليمن، كل الناس يعتبرون تحرير عدن هي خطوة لإنهاء المشروع الإيراني في اليمن، وطبعا هذا صعب الحكم، ولكن هو خطوة لأخذ اليمن من المسار العسكري إلى المسار السياسي، هو خطوة إلى إعادة الشرعية من خلال أن تنطلق الحكومة من عدن. خلينا نرجع تاريخيا استاذ حمد، نتذكر حينما بدا الانقلاب الحوثي وسيطروا على صنعاء، تحدثت حقيقه في احدى الوسائل الاعلاميه، قلت يجب ان تنتقل الحكومه الى منطقه اخرى تبقي الشرعيه. انتقلت الحكومه الى الجنوب، وانتقلت بعض السفارات كبعثات دبلوماسيه من الجنوب حتى استشرى الوضع الحوثي يعني بطريقه عنجهيه. الان بدات الامور تعود من نقطه اخرى باتجاه صنعاء، لذلك المرحلة الاستثنائية تحتاج إلى التكاتف، إلى أن نغمض أعيننا نوعا ما على نقاط الخلاف أو الاختلاف فيما يتصل بمسارات أخرى، ونركز على أن كيف ننقل اليمن من المسار العسكري إلى المسار الدبلوماسي. طيب السعودية يعني ومصر هي ميزان القوة في المنطقة في الفترة الحالية الآن، بزعمك بأنه كان اللقاء فقط عن الجانب اليمني أما تمر به السعودية ومصر من عمليات إرهابية؟ لا شوف، وليس فقط الملف الإرهابي، هناك عدة ملفات حقيقة. الملف الإيراني هو أكبر الملفات، والملف الإيراني ملف شائك داخل في الملف اليمني وداخل في الملف الإرهاب. العالم كله يتحدث على أن إيران هي صاحبة اليد الطولة فيما يتصل بتغذية الإرهاب وتحريك مسارات الإرهاب. يعني تابعنا المقطع اللقاء اللي كان مع الرئيس أوباما مؤخرا حقيقة في القنوات التلفزيون الأمريكية، حتى الأمريكان أنفسهم قائدي المشهد العسكري والأمني في المنطقة أصبح عندهم غبش في الرؤية، نحن نضرب من؟ كان هذا السؤال الأكبر، والسؤال الذي فاجأ الرئيس أوباما ما يستطيع يجاوب عليه. أنت تضرب من؟ أمريكا تضرب من؟ الآن إيران هي الذراع الطولة سواء للجانب الأمريكي أو حتى وللأسف إلى تغذية الإرهاب ومسارات الإرهاب في المنطقة. فحضور مصر في هذه المرحلة، التفاهم السعودي المصري، هو الملف اليمني شكليا هو أساسي، ولكن جزء من منظومة إقليمية إيران الآن يعني كانت تلعبها بصورة مباشرة. إيران الآن تحت الضغط تطبيقات الاتفاق النووي، فهي الآن في محاولة أن يلم هذا الموضوع وأن يقرأ هذا الموضوع داخليا من عدة زوايا، ولكن ظاهريا هو الملف اليمني. طيب نعود لاستضافة مصر في الفترة الماضية لبعض القيادات اليمنية، تحدث عنها سامح شكري اليوم وذكر بأنه كان هناك محاولة من مصر لفهم بعض الآراء أو بعض الأفكار لتلك القيادات، بينما في الجانب الآخر في قوات التحالف وربما السعودية واليمن بشكل كبير كان هناك سخط على إقامة مثل هذه الاجتماعات. طبعا هو سخط شعبي قبل يكون سخط رسمي، يعني سخط شعبي يمني وسخط شعبي سعودي. الجانب المصري طبعا هي لغة تبريرية يعني مقبولة، أن يقول لك والله نبغى نعرف وجهات النظر لاتجاه الأداء طبعا، ولكن ممكن ما تأتي وجهات النظر من خلال معرض صور ومن خلال ندوات وفعاليات والعامة يطرقون هذا الأمر، هذا يشوش. هذه الزيارة كما قلنا هي عادية واستثنائية، هي حقيقة لمعالجة مثل هذه القضايا الجزئية التي هي تندرج في إطار شامل فيما يتصل بالملف اليمني كرؤية متكاملة. طيب أيضا من أهم الملفات أيضا في هذا اللقاء، تحدث عادل الجبير بأنه تم التطرق إلى الملف السوري، وهناك نظرة متوافقة ما بين الرياض والقاهرة حول تطبيق جنيف واحد وأيضا رحيل الأسد، وهي نظرة أيضا موافقة من قبل القاهرة. شوف الآن الملف السوري أخذ منحى آخر بصراحة، الملف السوري ليس الملف السوري منذ بداياته، ولأن أولا التوافق السعودي الروسي هذا خطوة رئيسية في هذا الأمر.
الضغط على الجانب الإيراني الآن فيما يتصل بالجانب النووي، إن كانت إيران نوعا ما تستقوي بالاتفاق النووي لأنها لا زالت تحت اشتراطات معينة تريد ألا تتجاوزها حتى يمضي هذا الاتفاق بما يصب في مصلحة إيران. العالم أصبح ينفض يديه من النظام السوري، حتى إيران هي الآن، وإيران طبعا هي منكفئة مع الجانب الروسي في قضية أن النظام السوري أو الرموز السورية ليست هي المقصودة بذاتها. أوكي، ممكن أن ترحل ولكن يبقى شكل حتى لا نقود سوريا إلى فوضى كما حدث في ليبيا. هو يعني الإشارة إلى هذا الأمر فيما يتصل بزيارة وزير الخارجية المصري هي فيها إلماحة إلى أن هناك كان في اختلاف وجهات النظر، وكما أشرت في البداية أن الجانب المصري في اتجاه الأحادي المصري كان له رأي وكان له موقف خاص فيما يتصل بالملف السوري. نعم، أخيرا في 30 ثانية لو تكرمت الدكتور، هذا التوافق الكبير ما بين الرياض والقاهرة فيما يخص المشاركة في قوات التحالف، التوافق أقصد ما بين القيادات، لماذا هذا اللغط من فعالية المشاركة المصرية في قوات التحالف؟ لا شوف، أولا قوات التحالف يعني أولا الاتفاق المبدئي الذي بني عليه التحالف ماشي مع الجانب المصري كما كان مع الجانب الباكستاني، وهذا اتفاق رئيسي من أجل الاحتياجات. طبعا التحالف الحمد لله لم يكن في حاجة إلى الحضور العسكري المصري أو الحضور العسكري الباكستاني، أما الصوت السياسي الدبلوماسي الموقف فهو من البداية إلى الآن كما هو لم يتغير. شكرا لك الدكتور ماجد التركي الباحث في العلاقات الدولية، كنت ضيفا معنا في هذه الحلقة. شكرا لك.